الخو السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده ساخنه مع محمد البوداني. طلقوا ديناتكم مزيان ولكن شدوا قلوبكم، هاد الخبار راه غتقدر تصدمكم بزاف. وغير قولوا لي واش هاد الشيء اللي كنسمع دابا من مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومه ديال عزيز اخنوش، واش صحيح ولا كذوب ولا طنز اكرم؟ واش هذا كلام المعقول ولا الضحك على الذقون؟ قال لك السي اللحم الثمن ديالو رخيص وما غاليش نهائيا، وكيشريوه المغاربة من الأسواق الشعبية غير ب75 درهم. الأسواق الشعبية، وما أدراك ما الأسواق الشعبية؟ اللي كتحارب هالدولة والسلطات وكتشن هجمة على اللحوم اللي كتبع فيها واللي كتوصفها بالفاسدة والمسمومة والمضرة لصحة المستهلك المغربي. قال لك السي مصطفى بيتاس في هذه الأسواق الشعبية كتبع اللحوم غير ب75 درهم. واش بغيتي تقول أبيتاس للمغاربة خليو عليكم القزارة العصريين وسيروا شريو اللحم من الأسواق الشعبية ب75 درهم؟ وها علاش قلت لكم هذا الطنز العكري والضحك على الذوق. والمؤسف أنه كيجي يعني هذا التصريح على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية اللي خاصو يكون رزين وكيعرف اش يخرج من فمه وما يكونش غير جيب يا فم وقول. وبحال عبد اللطيف وهبي تماما وزير العدل اللي معاهم في الحكومة الحالية، بيتاس كيقول الآن ودابا والمغاربة وعبر وسائل الإعلام بأن اللحم الثمن ديالو رخيص ماشي عند القزارة ولكن في الأسواق الشعبية. والصادم أكثر هو أن بيتاس كيقول هو بنفسه اللي شرى بهذا الثمن. تصوروا معايا وزير في الحكومة والناطق الرسمي باسمه كيمشي للسوق الشعبي وكيشري اللحم رخيص وغير ب75 درهم. اللي فهم شي حاجه يشرح لي، انا ما بقيتش فاهم حتى وزه مع هذه الحكومه ديال اخر. خليوا لي التعليقات ديالكم هنا في ركن التعليقات باش نعمقوا النقاش حول هذه الفضيحه. وها هو، ها هو، سمعوه بودنيكم، هذا مصطفى بيتاس ملي سولوا صحافي في موقع اش كاين وقال ليه اش كاين السي الوزير، اش بالك في هذا البلال العجيب ديال اللحوم والاثمنه الصاروخيه اللي وصلت ليه؟ اضحك باستهزاء وقال لي بأن اللحم الثمن ديالو فقط 75 درهم في الأسواق الشعبية. ها هو سمعوه لكل غاية مفيدة. حد لي قبل من هذا كنت في حد العرب شريت اللحم 75 درهم. راكم سمعتوا أخوتي، ما كذبتش عليكم، قال لي أنا شخصيا أنا الوزير في حكومة أخنوش والناطق الرسمي باسمه مشيت شخصيا للسوق الأسبوعي ديال حد العرب، وياه سمعوا مزيان حد العرب، وشريت اللحم غير ب75 درهم. وانا بعدا من هذا المنبر المتواضع والله غير بغيت نعرف هذا حد العرب ولا سوق حد العرب فين جا، وانا براسي والله ما عمري سمعت به وما عارفش في اي قاره من القارات الخمس كيتواجد. واش الا كان عندنا هنا في المغرب؟ واش الا كان عندنا هنا في المغرب وانا ما عارفش؟ نوروني يا اخوتي وقولوها لي وكتبوها لي في ركن التعليقات. انا كيف قلت لكم والله ما عمري سمعت بسوق حد العرب. ونط كان جري ودرت النفس وفتحت موقع جوجل وطابيت فيه كلمه سوق حد العرب وما تصوروش شنو طلع ليا، والله العلي العظيم لقيت بان سوق حد العرب كان سوق من اسواق الجاهليه يعني قبل نزول الاسلام والله العلي العظيم ما كان كذبش اخوتي، سوق حد الحد كان من اشهر 20 سوق من اسواق الجاهليه في ايام العرب. والله الا كثره الهم كتضحك. وفي الوقت اللي كيهضر فيه مصطفى بيتاس على اللحم اللي الثمن ديالو منخفض في الاسواق الشعبيه كتجيني اخبار كتقول بان جميع الرحابي ديال الغنم والاسواق الشعبيه كتعرف اثمنه خياليه واسعار حارقه في ثمن البيع ديال المواشي والابقار وغيرها وغيرها، وكل داكشي اللي كيعتمد عليه المواطن في القوت اليومي ديالو. كل الاسواق ديال المواشي الان على الصعيد الوطني في مختلف اسواق المملكه المغربيه عرفات هذا الاسبوع اليوم الاحد والبارح السبت وغيرها والخميس وغيرها وغيرها، عرفات اسعار فائقه جدا ولا يمكن تصورها. كل راس ديال الغنمي او المعزي او البقري وكيشنشط والله القزار ما بقى قادر حتى هو يحط يده عليه، ما كاين غير العافيه شعلا يا لطيف. وكيجي مصطفى بيتاس الوزير وكيقول لك بان اللحم رخيص في الاسواق الشعبيه، ياك ما لحم الحمير هذا السيد الوزير ولا لحم الكلبي او المشي والله اعلم، حيت هذا 75 درهم ما بقيتش كنسمع بها انا من حوالي نصف سنه، ما كاين غير 90 درهم و100 و120 درهم للبقري والغنم. كل شويه مسؤوله السيد الوزير وعرف اش كتخرج من فمك وبارك علينا من الطنز الاكري. المواطن راه مقهور ومضرور، هو كدق مزيان ووصلت ليه اللعظه وانت كتجي كتسخر منه بهذه الطريقه، والله الا حشومه وعيب وعار. هذا هو الجواب ديالك على الصحافه 75 درهم من سوق الحد او من سوق حد العرب؟ والله الا هذا هو الضحك على الذقون. وهذا هو جزاء المغاربه اللي صوتوا عليكم في الانتخابات من بعد ما ضحكتوا عليهم وقلتوا ليهم تستاهلوا احسن
وغادي نبرعوكم ونتهلاو فيكم، وغادي ننسيوكم في المعاناه اللي عانيتوها وتكرفصتوا منها مع الحكومه ديال عبد الاله بن كيران ومن موراه سعد الدين العثمان. المصيبه وهو ان هذه الارتفاعات الصاروخيه والخياليه في اسعار المواشي والقطعان رؤوس الغنم والبقر والماعز خلت الناس خصوصا الجزارين ما يقدروش يقربوا منه، وهذا الشيء اللي خلق وتسبب في ركود غير مسبوق في الاسواق ديال المواشي، وهذا الشيء اللي غادي ينعكس ايضا بالسلب على الكسابه والجزارين والمواطن المستهلك النهائي اللي هو اول واحد ما كيتضرر من هذا الشيء، حتى ولاو الناس كيفكروا باش يقاطعوا اللحم والدجاج كيف داروا شحال هذه على الاقل باش الاسمنه ديالهم تنزل وتهبط للمستويات معقول. اما الخضره البطاطا والمطيشه والبصله فحدث ولا حرج، كل شيء شاعله فيه العافيه يا لاط، وبنادم ما بقاش قادر يقرب حتى من بيضه باش يشريها. المصيبه الكبيره وهو ان الاباطره ديال المضاربات والتسمصير بداو كيطيحوا واحد مور واحد وبداو كيتفرشوا من بعد ما قرر جلاله الملك يتدخل شخصيا ويهضر مع رئيس الحكومه ويقول ليه نوض قابل خدمتك، اش كنتي كدير ملي كانت المعيشه كطلع، المواطن راه تضرر بزاف وخاصك تقوم بالواجب ديالك. هنا ناضت القربله وعاد ولاو كيكتشفوا المضاربين. اخر خبر كيقول بانه في ذروه الغلاء تفاصيل اكتشاف 140 طن من البطاطس في مستودع سري، وييه كانوا مخبيينها حتى يطلع الثمن ديالها، عادي يخرجوها ويبيعوها في الاسواق بالثمن اللي باغيين هما. اللجنه الاقليميه بخنيفره المكلفه بمراقبه الجوده والاثمان تمكنت البارح الجمعه اول البارح الجمعه عفوا من ضبط ما يزيد على 140 طن ديال البطاطا. تصوروا معايا 140 طن، الناس محتاجين البطاطا والثمن ديالها واصل ل 10 و12 درهم، وهادو جامعينها ومستوكينها عندهم حتى كتزيد تطلع عادي يخرجوها للسوق باش يبيعوها بالثمن اللي بغاو هما كيف قلت لكم. وهاد البطاطس يعني ال 140 طن كانت كلها مخبيه داخل مستودع سري في احدى الضيعات الفلاحيه ضواحي مركز جماعه اقلموس. مصادر من المنطقه قالت بان عناصر الدرك الملكي تمكنت من القاء القبض على اصحاب المستودع السري وحطاتهم رهن تدابير الحراسه النظريه بتعليمات من النيابه العامه المختصه في الوقت اللي حجزات فيه بمعيه بمساعدة قائد المنطقة والقوات العمومية كميات ضخمة وصلت ل 140 طن من البطاطا. وهذا الملف الآن راه كيواكبوا وكيتبعوا وكيل الملك شخصيا لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة. نفس الشيء وقع أيضا في الرباط، فالسلطات المعنية حجزات أكثر من 11 طن من المواد الغذائية الأساسية في مستودع سري غير مرخص وفيه داخل العاصمة الرباط. الخبر كيقول بأن لجنة مراقبة الجودة والاحتكار وارتفاع الأسعار تمكنت اليوم البارح السبت بحي يعقوب المنصور بالرباط من حجز كمية مهمة من المواد الغذائية واللي بلغات 11 طن و 800 كيلو قولوا 12 من بينها، وهذا هو الخطير، مواد منتهية الصلاحية كانوا باغيين يوكلوها للمواطن واخا كتشكل خطر على السلامة الصحية ديال مستغلين في هذا الواقع حالة الغلاء الفاحش والحاجة ديال المواطن إلى أي شيء يسد به رمق العيش. ويأتي هذا التدخل كما يقول الخبر والذي هم مجموعة من المواد الغذائية منها الدقيق والقطاني والفواكه الجافة والتوابل بلغت كميتها الإجمالية 3 ديال الأطنان في إطار مقاربة سباقية تروم منع استغلال الظرفية الحالية والممارسات الاحتكارية التي تمس بجودة المواد الغذائية وبالسلامة الصحية للمستهلك المغربي. بلا شك هادشي كانوا مخبيينو لشهر رمضان الكريم، عادي يخرجوا كيكشطوا السوق كيجمعوا كاع السلعة اللي كتواجد فيه وكيدخلوها للمستودعات السرية ديالهم وكيخليو حتى كيقرب رمضان أو حتى كيدخل عاد كيخرجوها للأسواق وكيبيعوها بأثمنة فاحشة خيالية. وهذه مضاربة علما أن المضاربة محرمة شرعا في الإسلام، ونبينا الكريم كان كيحارب المضاربين. إذا علاش حكومة عزيز أخنوش اللي كتقول بأن حكومة إسلامية أو حكومة كتمثل دولة إسلامية باش نكونوا واضحين أكثر ودقيقين في المعاني، علاش اللي ما تنوضش تقعد وتحزم لهاد الناس وتحاربهم من شحال هادي ماشي حتى كينوض الصداع وحتى كتوصل الفاس للراس عاد كينوضوا يتقعدوا. أما الحوت يعني السمك وحتى هو ولا كيشرشط شاعلة فيه العافية الأسواق ديال المملكة المغربية كلها ديال الحوت السمك ما بقاش قادر المواطن يقرب منه حتى هي، وحتى ذاك الشطون والسردين اللي كان كيعتمد عليه للدرويش الفقير في المعيشة الأساسية اليومية ديالو حتى هو طلعوه وصل 18 درهم وما بقى بينه وبين الدجاج إلا قاب قوسين أو أدنى. كان معكم
محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. كانت منكم إخواني دعموا هذا المحتوى الهادف باللايك البارتاج والتعليق حتى هو. كنقول لكم اللايك يعني الإعجاب، أنا اللي أعرف علاش أسيدي باش اليوتيوب يعرف بأن هذا الفيديو عليه الطلب بزاف والناس باغية تستافد من هذا المحتوى، وإذا كيخلي الفيديو هاد ديالنا توصل للمزيد من الناس، والتعليق كينشط القناة ويخلي النقاش حول بحال هاد القضايا يتوسع أكثر حول مثل هذه الملفات اللي كنناقشوا في القناة ديالنا. أما البارتاج فكيعني المشاركة، فهذا كيعني أنكم أيها المواطن أيتها المواطنة أيها المشاهد أيتها المشاهدة كتساهموا معنا من جهتكم في نشر هذا المحتوى الهام وتوصيل الرسالة إلى من يهمهم الأمر. إذا كنت أنا صانع محتوى أنتم هم المعنيين به والأمر كيرجع لكم، ودوركم في المشاركة مهم بزاف. اللايك والتعليق والبارتاج مهمين بزاف لصناع المحتوى الهادف. تحياتي العطيرة لكم جميعا، وإلى قضية أخرى بإذن المولى عز وجل.